كنوز اف ام كنوز اف ام نسيك الدنيا وما فيها دقلة وحليب مع الدكتور لهذه المنظر. بين حانا ومانا ضاعت لحانا، هذا مثل طريف، ولهذا المثل الطريف قصة هي أطرف منه. والقصة تقول أن رجلا تزوج مرأتين، حانا كانت شابة صغيرة في السن، أما مانا فكانت مسنة، كانت متقدمة في السن، والرجل كان بين، ويبدو أنه تزوج من حانا ومن مانا ليبقى في وضع البين، فلا هو صغير في السن ولا هو متقدم في هذا السن. المشكلة أنه كان لما يدخل على الصغيرة وبعد شيء من الدلال تأخذ هذه الصغيرة وتبدأ العبث بلحية الرجل، بلحية زوجها، وتتفنن في نتف الشعرات البيض بهذه اللحية لتكون اللحية سوداء تماما، ويكون هذا الزوج أقرب إلى الشباب وأكثر تناسقا وتناسبا مع عروسه الصغيرة والشابة. أما إذا دخل على مانا المتقدمة في السن فإن هم الأخيرة واهتمام الأخيرة وفعل الأخيرة أنها تعمد إلى ذات اللحية، إلى نفس اللحية، ولكنها تتحرك أو تتصرف في الاتجاه المعاكس، يعني هي تبدأ في التخلص من الشعرات السوداء وتأخذ في نتف اللحية لتخلصها من كل شعر أسود، ليبدو الزوج شيخا شبيها بعروسه أو بزوجته المتقدمة في السن. والمحصلة والنهاية والخلاصة، وهذا منتظر، والخلاصة أن الرجل بعد زمن بين حانا ومانا فقد لحيته، وكانت القولة التي ذكرنا في البداية بين حانا ومانا ضاعت لحانا. الموقف طريف ومضحك، هو من الواقع أو من الخيال، هذا لا يغير شيئا وهذا لا يعني الكثير، فالدرس هنا بليغ نافع ومفيد. لو كانت له زوجة واحدة لضمن على الأقل لحية تكون بلون واحد، أما وهو صاحب زوجتين فإنه يخسر لحيته تماما. وممكن في ثقافات أخرى وبلغات أخرى نجد مواقف متشابهة وأمثال مشابهة، فالموقف هنا في النهاية هو موقف عام، هو موقف الإنسان بين خيارين أو أكثر من خيارين، وبين رغبتين، وبين حاجتين متنابذتين، وبين موقفين أو سياقين. وإذا تأملنا فإننا نجد أنفسنا في أوقات عديدة مواجهين لهكذا وضعيات. الإنسان يريد أشياء كثيرة ويتحرك في مجالات كثيرة ولا تنقصه البرامج والمخططات، ولكنه يكتشف في كل مرة أنه ليس بوسعه أن يكون في كل مكان، وليس بوسعه ولا بمقدوره إرضاء كل حاجة، وليس بإمكانه إتقان أمرين في ذات الوقت. هناك من يريد أن يكون جديا ويتحرك في كل ما هو جدي من اهتمام ودراسة وعمل، وعندما يتحرك هذا الجدي نحو الهزل والعبث واللهو واللعب ليأخذ من كل هذا نصيب معتبر، فإنه قد يكتشف باكرا أنه ليس بقادر على الوصل والجمع بين الأمرين. وعادة ما يخسر الجد من دون أن يربح الهزل واللعب. إنسان آخر يريد أن يشتغل شغلا آخرا إضافة إلى شغله الأول، ولكنه إن فعل قد يخسر بمقاييس ومعايير الإتقان والقيام بالواجب والحضور في الوقت، قد يخسر الشغل الأول ويخسر معه الشغل الثاني. وعلى هذين المثالين يمكن أن نقيس أمثلة ومواقف كثيرة. على الواحد منا أن يختار بين حانا ومانا، أما الجمع فلا يستقيم، لا هو يرضي حانا ولا هو يرضي مانا، ولا هو يرضى بهما ويرضي نفسه. الاختيار لا بد منه في الحياة،
ووضع بين بين ليس مريحا بالمرة ولا هو منصوح به، إما لحية أو لحية، تغيير لحية بلحية أو الانتقال من لحية إلى لحية يجعلك تخسر هذه وتلك. ومفيد أن يذكر المرء بهذا في وقت صار فيه الإنسان مقسما متشظيا مشتتا ومجذوبا إلى ألف شيء وشيء آخر، يكون بين العمل والعمل الآخر والتلفزة وشبكة التواصل وأكثر من هذا بكثير. هذا يضيعه ويضيع من حوله. الحل بالنسبة للرجل المسكين المنتوف اللحية، الحل أن يحتفظ لنفسه بواحدة، الحل أن يختار بين حانة ومانة، لأنه بعد اللحية هناك شعر آخر، شعر الحاجب مثلا وشعر الرأس، والخشي عليه أن يصبح أقرعا بعد حين، بعد فقدان اللحية. الحل بالنسبة له هو هذا. أما بالنسبة لنا فالحل أن نتجنب ما أمكن حالات التقطع والتوزع، وأن نختار ونصرف طاقاتنا فيما نكون فيه، ذلك أفيد لنا ولغيرنا. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. دجلة وحليب مع الدكتور لافي منصر. كنوز FM. نسيك الدنيا وما فيها.